أن المباراة كانت مباراة ممتعة وشيقة بزاف، رقات الأنديربي في مستوى كبير، لا من ناحية الأهداف لا من ناحية اللعب في حد ذاته. الشوط الأول كنظن بأنه كان بإمكاننا نتفاداو واحد ضرب جزاء، وكان بإمكاننا نجيرو لو ماتش بيان كوم يلفو في الشوط الثاني، لأن خرجنا بتعادل. الشوط الثاني كنظن لأنه كان فريق المغرب الفاسي أقوى وكان أكثر تركيز، وكانت الكره كانت سلسه من انتقال من الدفاع الوسط للهجوم، وبعد التوالي ديال الدقائق وفريق ماريفاسي كيولي اقوى. يمكن في هذاك لو مومون هو فين تشدينا في ان كونتر، يعني ان اكسي دو كونفيونس اللي جعلنا فريق الوداد الفاسي واللي متفوق علينا. ولكن تدار ان شونجمون في التالي اللي كان كنعرفوا الضربات الثابته ديال اللاعب المناعي، وتعطى التعليمات باش انه هو اللي ينفذ. وكنظن على ان الحمد لله ربي وفقنا، وكنظن المقابلة رقات لواحد المستوى طيب. كنت كنتمنى باش الناس يفرحوا وينشطوا ويخرجوا ناشطين، لا من جانب ديال المغرب الفاسي ولا الوداد الفاسي، لأن المقابلة كانت في مستوى كبير. مقابلة الحمد لله الناس اللي جات ما ضيعتش الوقت، كنا في المستوى، قدمنا مقابلة كبيرة، كنا الأقرب يعني سيرتو في الدقائق الأخيرة باش نفوزوا. ولكن هذا هو حال كرة القدم، يعني في الدقائق الأخيرة بالغنا شيئا ما في الفرحة، خلينا الادفيرسير المغرب الفاسي لعب كرة بسرعة، جات ضربة خطأ، لأن دائما باش تأمن بكرة القدم حتى نهاية صافرة الحكم. تنظن بأن الحمد لله المقابلة سيرتو داخل الملعب ولا مع الجماهير بيناتها كانت مقابلة كما تنقولوا هاد الديربي، عطاو هاد اللاعبين حقهم، ونتمنى إن شاء الله نكونوا محظوظين في قادم الدورات. لا شوف ما ندويوش على التحكيم، لان كما حنا تنغلطوا اللاعبين تيغلطوا، اي انسان تيغلط. يعني تنظن بان حنا كنا مركزين اكثر، ما تنظنش بان اول حاجه ما غنكونوش العدد اقل من اللاعبين ديال الماس، ما غادي يكونش خطا، او اصلا ما نديروش الخطا تمايا.